الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. أحييكم بدوري في هذه الأمسية الرئيسية الختامية ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. اليوم هو يوم ختام هذا المهرجان الكبير، هذا المهرجان الغالي وهذا التجمع الخليجي هنا في جوهرة ميادين الخليج، ميدان الشحانية في دار آل ثاني الكرام. مرحبا بالجميع في دوحة الجميع، مرحبا بكل أبناء الخليج، مرحبا بإخواننا وأشقائنا من الإمارات ومن السعودية ومن السلطنة ومن الكويت ومن البحرين، يستضيفون أهل قطر الكرام هذا الكرنفال وهذا العرس التراثي الكبير كل عام بلقاء أخوي كبير يجمع بين أبناء الخليج عشاق الأصالة في الوطن العربي الكبير. ننطلق متابعينا مشاهدينا الكرام هنا في دار آل ثاني الكرام، خيالة العليا عيال السلاطين إخوان روضة لا حد الوقت حادي، هذه الانطلاقة الموفقة لأقوى أشواط الزمول، لأعنف وأقوى أشواط الزمول هذا الموسم. شوط رئيسي مفتوح له خنجر بالإضافة إلى مليون ونصف ريال قطري لصاحب المركز الأول، قدمت كهدية، كهدية لمن ينتزع هذا الناموس الغالي. هذه اللحظات وهذا الانطلاق الموفق ننطلق مع شعار مرغم على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط، يبحثون من خلال تواجد شعارهم عن تحقيق الرموز في هذه الأمسية الرئيسية. هذا هو مبهر. أهلا وسهلا براعي الرموز، أهلا وسهلا بمن حقق الرموز. ينطلق بالمركز الأول يندفع في صدارة ومقدمة الشوط، يبحث عن تحقيق رمزا غاليا في هذا المساء. المركز الثاني من الجانب الآخر يحمل شعار بن نايفة ولا شعار بن مرخان، آخر الصفقات هذا الشعار وهذا الاسم الكبير الكايد. أبرمت هذه الصفقة المليونية في مساء البارحة، هذا هو شعار الصعب. عن ماذا تبحث أيها الصعب؟ عن ماذا تبحث بتقديم هذا البطل في هذا الشوط الرئيسي؟ تبحث عن الخنجر، تبحث عن التاريخ، تبحث عن الانتصار. يقدم الكايد محمد بن سلطان بن مرخان على المركز الثاني، المركز الثالث. مرحبا بهذا الاسم الكبير، مرحبا بالمهندس، مرحبا بهذا الاسم العملاق على المركز الثالث. هنا ينطلق هذا المهندس على المركز الثالث بشعار الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ينطلق بتاريخه. ماذا سببت أيها المهندس؟ ماذا سببت لهذا الجمهور؟ المركز الرابع شعار بن كليب أعتقد هنا، او شعار بن دري مع مضياف سعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي على المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد وينطلق شعار عبد الهادي بن حمد بن ترحب بن نايف الهاجري على المركز الخامس مع برزان على المركز الخامس. هذه النتيجة متابعينا.
مشاهدينا الكرام لهذه المجموعة أول إعلان لهذه الأسماء لهؤلاء الفطاحلة للتاريخ. أعود إلى المركز الأول إلى مبهر 13 رمزا بالرصيد، ما شاء الله تبارك الله، هذا هو مبهر يحمل الرقم 14 ويحمل شعار مرغم وأبناء مرغم. ضيوفنا الكرام بالشحانية في دار آل ثاني الكرام، مرحبا بالجميع في دوحة الجميع. إذا مبهر على المركز الأول وعلى صدارة ومقدمة الشوط. المركز الثاني مضياف قادم، هنا سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي على المركز الثاني، هناك يتقدم إلى مقدمة الشوط على المركز الأول. المركز الثالث، أهلا يا صديقي، أهلا يا صديقي المهندس، هذا هو المهندس بتاريخه، عشاق لهذا المهندس، عشاق عشاق يا بن جراح لهذا المهندس، لهذا الأسطوري، لهذا الكبير. هنا ينطلق على المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع هنا شعار بن مرخان، المركز الخامس شعار بن نايف على المركز الخامس. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام لهذه المجموعة، 5 أبطال يبحثون عن التاريخ، يبحثون عن الإنجاز. من خلال تواجد هذه الشعارات الكبيرة وهذا اللقاء الأخوي الكبير. إذن هناك بندري يتصدر المشهد، يتصدر هذا المشهد الكبير بحضور مضياف، ضيفنا في ميدان الشحانية، ضيفنا يبحث عن تحقيق هذا الرمز. المركز الثاني مبهر، مبهر بن غدير على المركز الثاني، مبهر بشعار الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثالث، المركز الثالث المهندس بدأ يقترب، بدأت القلوب مع المهندس تتقدم، الأعين تراقب، أين أنت يا المهندس، أين أنت يا المهندس. على المركز الثالث يتواجد بشعار الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الرابع هنا ينطلق شعار بن مرخان على المركز الرابع بشعار بن مرخان والكايد محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان. المركز الخامس، المركز الخامس رعد، اهلا يا رعد، رعد سالم بن راشد بن حمد بن غدير على المركز الخامس. هذا هو مثلث الناموس، المركز الاول والثاني والثالث، 3 أسماء عملاقة تشارك في هذا الشوط، بل 13 اسما، بل 30 اسما يشارك في هذا الشوط، يبحثون عن الخنجر، عن الخنجر. تصدر المشهد بن دري على المركز الاول في مقدمة الشوط، ينطلق مع مضياف على المركز الاول على صدارة ومقدمة الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني مبهر، مبهر بن غدير على المركز الثاني، وهنا ينطلق المهندس على المركز الثالث بلقطة ولا اروع، بموقع ولا احلى مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الرابع رعد بن غدير يصل في هذه اللحظة، رعد على المركز الرابع، والمركز الخامس بن نايفة يتقدم الى المركز الخامس حاضرا بهذا الشوط الرئيسي، بهذا الشوط الرئيسي الاول، شوط الزمول 1.5 مليون بانتظار بطلا من ابطال هذا الشوط، واحدا من سيتوج بهذا الرمز الغالي. الاعين تراقب، القلوب خفاقة مع هذا الحضور، مع هذا الحضور الكبير. الله
مبهر مبهر ومضياف على المركز الاول على المركز الثاني مبهر ومضياف. بدا الصراع هندس ايها الواثق هندس ايها الواثق على المركز الاول على المركز الثاني مبهر مبهر. الرمز الغالي الرمز الغالي الرمز الغالي ينتظر هذا البطل ينتظر مضياف ينتظر مبهر ينتظر المهندس ينتظر رعد. الله كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية. وعن الناموس وعن الانتصار بن دريه تصدر المشهد في هذه اللحظه ينطلق مع مضياف مع مضياف في هذا الشوط الرئيسي في هذا الحضور. اليوم غير يا بن دريه اليوم غير اليوم غير مبهر 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 مبهر. الله المهندس المهندس قادم رحبوا بالمهندس افسحوا المجال افسحوا المجال افسحوا المجال. مرحبا مرحبا يا قمة السبق حصاد الرموز يا سبوق كل سبقة بقوة ورهوة مش ضروري تصل اقصاك في حد الجهوز غارتك ما هي تغير الى استقوى الهوى. ودي اخلي طعامك عسل صافي ولوز او خليط شمع دانه يجي من القرى. الله المهندس المهندس غبت يا المهندس بداية هذا الموسم يحسبونك يحسبونك بعد ما غبت ما عندك حصيل لين طمعوا في الصدارة وفي جلبابها. غابت السبة كثير ونشد منها القليل وانت حتى غيبتك يحسبون حسابها. حيو 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 المهندس المهندس ابشر بالخنجر يا بن غدير ابشر يا حمد يا بن راشد يا بن غدير. فاز المهندس فاز المهندس وفيت وفيت يا المهندس. الله الخنجر خذاه المهندس خذاه المهندس خذاه المهندس. تهانينا تهانينا والناموس للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. فوز المهندس بهذا الناموس الغالي والغالي والغالي في هذا المهرجان الغير. المركز الثاني المركز الثاني مضياف سعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي. المركز الثالث المركز الثالث مبهر حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الرابع المركز الرابع رعد سالم بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الخامس كم المركز الخامس هزام محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. متابعينا مشاهدينا الكرام معركة داحس والغبرة يتفوق هذا البطل بفوزه وانتزاعه وتحقيقه لأغلى لأغلى الرموز في هذا في هذا المهرجان. الخنجر المفتوح يحققه هذا البطل ليهديه ويقدمه على طبق من ذهب لهذا البطل الكبير. المهندس يحقق ويهدي بن غدير هذا الناموس الغالي مقدما اجمل واطيب لوحة قدمها في هذا اليوم. المهندس يحقق ناموس هذا الشوط. تهانينا تهانينا والناموس تهنئات نزفها للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. تهنئة لداعم هذا الشعار الكبير محمد بن راشد بن حمد بن غدير داعم هذا الشعار الكبير. تهانينا والناموس تهنئة لآل غدير الكرام على تحقيق المهندس هذا الفوز في هذا المساء. التوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية لحظة وصول هذا البطل إلى خط النهاية. التوقيت الزمني يحقق هذا البطل وهذا الأسطوري هذا الناموس الغالي مهديا عشاق مرغم 12 دقيقة 36 ثانية
95 جزء من الثانية هو التوقيت المميز والأفضل في هذا المساء. تهنئة نزفها للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير مالك المهندس، ولآل غدير الكرام محمد وسالم وعلي، تهانينا والناموس لهم على هذا الفوز. المركز الثاني 12 دقيقة 42 ثانية 99 جزء من الثانية. صاحب المركز الثاني، المركز الثاني مضياف لي سعيد بن احمد بن دري الفلاحي. المركز الثالث، المركز الثالث مبهر حمد بن راشد بن حمد بن غدير. التوقيت الزمني 12 دقيقة 45 ثانية 61 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد.